من نشاط الأحزاب للنشاط النقابي، وفي وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي، ندت اليوم الهياكل النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مشروعية الميزانية وقانون المالية لسنة 2014. وقفة كانت فرصة لنقابة أعوان وإطارات الصحة للرد على وزير الصحة والمطالبة بتفعيل الاتفاقيات السابقة. متابع حسام المشي. مثل مشروعي الميزانية وقانون المالية لسنة 2014 في أكثر من مناسبة محور للاحتجاج المتواصل، ليكون اليوم المحرك الأساسي لتحرك الهياكل النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمام المجلس الوطني التأسيسي، حيث اعتبر النقابيين أن القانون يستهدف بشكل مباشر الطبقات المتوسطة والفقيرة. ميزانية 2014 التي تستهدف هذه الفئات وتعمق من أزمتها الاقتصادية، يعني تفرض على هذه القطاعات واجب أخلاقي وواجب يعني نضالي من أجل الدفاع على هذه القطاعات، ومن أجل أن نفرض على الحكومة الحالية أو الحكومة التي ستأتي وعلى المجلس التأسيسي أن يكون العامل الاجتماعي وأن تكون الطبقات المفقرة والطبقات الوسطى هي أولى الأولويات في أي يعني تصورات اقتصادية واجتماعية. وقفة اليوم مثلت فرصة لعديد النقابات على غرار أعوان وإطارات وزارة الصحة لإيصال صوتهم وتنديدهم بوضعياتهم المهنية الهشة والمطالبة بتفعيل الاتفاقيات السابقة مع الوزارة. وقفة هي ساعة أولا تنديد بقانون المالية، القانون هذا قانون تجويع المواطن التونسي وعون الصحة هو الفي بارتي من المواطن التونسي، واثنين وقفة تنديد بتصرفات سيد وزير الصحة العمومية والدفاع على مطالبنا، لأنه في كل القنوات التلفزية يقول ما عندي حتى مشكلة وعطيتهم 90%، وهو عكس ذلك تماما، نحن لم نتحصل إلا لما يقارب 10% و 90% مازال سقط. واثنين والتنديد بطريقة التفاوض معنا ومع نقابة الأطباء المقبلين، كانوا التفاوض معنا يكون من وراء الستار، نحن لن نقبل بهذا التفاوض إلا يكون تفاوض جدي ومسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية ولا تفاوض الشغل ولا في الولاية في ولاية تونس. أربع سنوات نتعاملوا مع مستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس على ضوء العقد تشغيل العون العرضي هذا اللي ما فيهش تغطية اجتماعية، تسرق فينا الأجر الشهري الخام حدد ب 500 دينار يخصم منه 100,000 من غير متركيل سيانير. بين مساند ورافض يبقى الفصل في مشروع المالية للسنة القادمة بين أيدي المجلس الوطني التأسيسي، اللي أكيد أنه باش يكون فيه نقاش ساخن حول هذا المشروع.